فضيلة الشيخ حمد الطاهر، أعطنا ما في جعبتك تجاه هذه القضية. أعزك الله حبيبي، تحية لضيفك الكريمين، ولم يبقي لي شيئا حتى أتكلم فيه. أنت بخير كله شيخ محمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحدث على الأرض ليس طبيعيا بحال من الأحوال. الإمكانيات الضعيفة التي يترتب عليها هذا النصر المبين وهذا النصر العظيم وهذا النصر الكبير، سواء كان حتى يعني تجاهل الأمة العربية للقضية الفلسطينية، يعني أنا حتى سمعت بعض الفلسطينيين وهم يقولون أنهم أجروا مسابقة في النذالة، فقالوا من هو أنذل الناس، فجاء يعني ثلاثة وقالوا نحن أنذل الناس قاطبة، فجاء أحدهم فقال نقيم مسابقة، فمرت امرأة عجوز فلطمها أحدهم فقال أنا ضربت هذه المرأة العجوز وهي لا حول لها ولا قوة، فالآن أنا أنذل الناس، فجاء الآخر و كمل عليها وضربها فقال أنا أنذل منك، فجلس الثالث وضع قدما على قدم وقال أنا أنذلكم، هذه أمي التي تضرب ولم أدافع عنها من قريب أو من بعيد. الله. فهذا هو الذي حدث في فلسطين، أن الكل تركها، ولكن هم فهموا أمرا واحدا، أن الحق الذي استلب لن يعيده إلا أصحابه. نعم. وصاحب البيت مهما حدث له فإنه شجاع دائما. الذي يحدث الآن أقول أنه غير طبيعي، لأنك لا تحارب دولة، هناك حرب كونية على أرض فلسطين. هذه الحرب الكونية التي تعني أن أمريكا تدعم وروسيا تدعم، حتى أوكرانيا نفسها تدعم، كل هذه الدول تدعم هؤلاء. وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحرب بيننا وبين اليهود قائمة إلى يوم القيامة، حتى اختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، اليهود عنصر فاعل مع الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يتبعه 70,000 من يهودي أصبهان عليهم الطيالسة. نعم. وقال أنه يخرج من قرية بأصبهان يقال له اليهودية، كما في حديث أبي بكر ويرى موقوفا على أبي بكر أيضا. الأمر الآخر والأمر الأكبر والأمر الأعظم، اليهودية نفسها بعد سيدنا موسى عليه السلام انقسمت إلى عدة طوائف، الصدوقية، السامرة، بعد كده في الربانيين، بعد كده في القرائين، ثم كانت الطائفة الأخطر وهي طائفة الكابالة أو طائفة القبالة، هذه الطائفة اللي هي تشبه طائفة القرامطة عندنا، قرماطة التوراة جعلتها باطنية، لكل حرف ظهرا وقلبا وباطنا وظاهرا، ثم جعلت بعد ذلك هي نفسها الحجر الأساس للماسونية لفرسان المعبد لما يحدث الآن لقيام الهيكل في مكان ما، هي الأب وهي الحاضنة الأكبر للحركة الماسونية بشكل أو بآخر. اليهودية الموجودة على عهد موسى لم تعد موجودة كما هي الآن نظرا لأشياء كثيرة، لكن الموجود أن أوروبا نفسها لما انتقل إليها اليهود هناك سبطان، واحد انتقل للسياسة والاقتصاد، واحد تاني انتقل للدين. المنتقل للدين هو الذي يسيطر على الكنيسة الآن، والمنتقل للسياسة والاقتصاد هو الذي يسيطر على السياسة والاقتصاد بشكل أو بآخر. فأنت حينما تقاتل هؤلاء أنت تقاتل الدجال مسبقا، الكون كله، وأنت تقاتل وهناك حرب كونية كبرى، لأنه النهاردة لما تتكلم على الأسلحة التي تواجهها الدبابة المركبة 6 أدوار، أنت تواجه يعني سكاي كرابلز، تواجه يعني ناطحة سحاب أمامك، تواجه الطائرات الأمريكية التي لا ترى تخطف ثم بعد ذلك تذهب بعيدا. طيب كل ده بسبب إيه؟ كل ده بسبب أولا أن هؤلاء أيقنوا أن القضية قضيتهم. الأمر الآخر وهو أنهم توكلوا على الله حق توكله. حسنت. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. إحنا عندنا يعني في حرب فارقة في الإسلام وهي غزوة مؤتة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هرقل إنما يأتي بجنده حتى يدخل إلى المدينة، فقال لا يغزى عقر دار الإسلام وأنا حي، فيبعث صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من المسلمين ليقاتل هؤلاء. فالآن هذا ما حدث، نحن سنذهب إليكم وعقر دارنا إن أردتم أن تضربوه سوف نسومكم سوء العذاب. نعم. وسوف نريكم ما لم تروه قبل الآن. التخطيط الرائع في هذه المسألة ده معناه مش أنك أنت درست علوم عسكرية، لا، يعني ضع ما تشاء من الخطط، جهز ما تشاء من الجنود، لكن لن يجهز الخطة إلا من كان مرتبطا بربه، ولن ينفذ صحيح. الخطة إلا من كان شجاعا. صحيح. الشجاعة كيف تربيها؟ تربيها بالكتاب، بالسنة، بالسيرة، أو لا يهتموا بدراسة التاريخ. لا لا لا، الدروشة ديت لما يكون الموضوع أنت بتتكلم إنه هو وهو قاعد حاطة رجل على رجل النصر جاله من السماء وألقي في حجره، لكن دي ناس دربت نفسها وذهبت هنا وهناك، والتدريب المعنوي معروف. نعم. أي جيش في العالم فيه توجيه معنوي. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه في الهجرة وسلم. ماذا فعل؟ استخدم أمرين مهمين جدا جدا جدا. الأمر الأول السيدة أسماء بنت أبي بكر. سيدة أسماء امرأة، العربي لا يسير وراء امرأة فيراقبها، فجعل هي التي تأتي له بالطعام وهي التي تطمئنه على ما يحدث في مكة. الأمر الثاني لما خلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في الفراش، هو خلاه في الفراش ليه؟ مش عشان يرد الأمانات بس، لا، مكة عبارة عن جبال،
فالجبال دي من السهل انك تحط 6 7 ما بين كل جبل والتاني فتغلق مكة، يبقى اذا كده لن يستطيع ان يخرج. فطالما هو نائم في فراشه كما يظن الكفار فهو الان الطريق مفتوحة امامه يخرج كما شاء، وهذا الذي حدث. فاستغل البيئة نفسها واستغل اخلاق المشركين، وده اللي حصل النهاردة، ان الفلسطيني استغل ان اليهودي جبان، وفي المعارك التي يكون فيها التحام يعود الى الوراء، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة. واستلهم تجارب التاريخ. التجارب التاريخية تقول ماذا؟ التجارب التاريخية تقول ان المسلمين ينتصرون في موضعين بعد التوكل على الله، موضع الالتحام وموضع الخديعة. موضع الخديعة هتلاقيه ان هو في مثلا نهاوند، في موقع مثلا زي موقعة اليرموك. طبعا نهاوند معروف الخطط الإسلامية انهم مثلوا انهم يتراجعون، فتحت اللي هي الأسياخ الحديدية اللي كانت موجودة فعادوا تارة اخرى. الالتحام اللي بيكون المسلمين فيه منظمين نفسهم، فهم استلهموا هذه التجارب من بدر ومن نهاوند و و و وبدأت المعارك تسير بهذه الكيفية. الأمر الآخر أنهم لم يصبهم اليأس بحال من الأحوال. اليأس هو يعني الداء الفتاك الذي قاتل هذه الأمة الإسلامية. إحنا كنا في معركة من أشد المعارك وهي معركة أحد، المعركة التي لقي المسلمون فيها هزيمة وقتل عشر الجيش الإسلامي. أنت كان معك 700 فقتل منك 70، نعم، فالسبعون دول عشر الجيش الإسلامي، وقتل بخطأ إيه؟ بخطأ إداري. هو خطأ إداري، ما هوش خطأ شرعي. فالنهاردة لما ترجع وانت معاك 70، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ربنا عز وجل قال الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون، رغم أن أنت مقتول منك 70 والجرح شكلهم صعب جدا جدا، في ناس لسه هتموت. الأمر الآخر والأشد هو الحرب النفسية التي مارسها الكفار عليك، وبعد كده تبصت لها ربنا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية قال اصطفوا حتى أثني على ربي، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، حتى لا شك أحد في الله ولا يأس أحد. الأمر الآخر أنه تاني يوم الجيش الذي هزمه جاب المصابين وجاب الناس اللي كانت بتحارب وراح يقاتل ويطارد الجيش الذي هزمه في الصحراء، فهنا انتفت الهزيمة وأزال أثار الهزيمة. العام الثالث كان عام صعب، عندك أحد، يوم رجيع، بئر معونة، من قتلهم أسامة، لحد ما جه العام الرابع بدأ المسلمين يتنفسهم. جه العام الخامس بغزوة الأحزاب، وقبل كده أنت عندك 13 سنة كاملة في مكة لم تخرج فيها إلا بعدد قليل، لكن لم ييأس المسلمين نفسهم. وده أمر مهم لابد أن يفهمه الجميع، أنك أنت بيت المقدس احتله 492، حرر 583 هجرية، 91 بالسنوات الهجرية. صحيح. بالسنوات الميلادية عندك من سنة 1099، تمام، لأن هما جم بعد كليرمونت 95، جم عندنا 99، 1099 حرر بيت المقدس سنة 1187 ميلادية. يعني بالتاريخ الميلادي 88 سنة. بعد كده خرج عماد الدين زنكي بعد كام سنة عشان يسترد إمارة الرها. بعد كده جه ابن نور الدين محمود اللي عمل المنبر الكبير الذي أراد أن يجعله في بيت المقدس ولكن مات، فأخذه صلاح الدين ووضعه بعد ذلك وخطب عليه في يعني تلك الأثناء. بيت المقدس خلاص كان تحول إلى حظائر للخنازير وتحول إلى يعني بيوت للرهبان، لكن فجأة بدون مقدمات كل هذا يتحول، وفي لحظة واحدة العالم كله يتغير، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالجماعة دول لم ييأسوا، بل على العكس خططوا، لم ييأسوا، بدأوا كمان إن هم يبتكروا. العسكرية الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرت بعدة أشياء. قال لهم رسول الله الفرس أشد منكم رمية، فراح المسلمون يتعلمون الرمي، هو ماشي يقول لهم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، السهم الواحد يدخل فيه الجنه كذا وكذا. تخيل انه في معركه ذات العيون اللي هي المعركه الكبرى اللي هي المعركه بتاعت الحيره، الجماعه الفرس كانوا كلهم لابسين خوذات ومقفلين على ما فيش غير عينهم بس اللي باين، حدق، فضربهم المسلمون في الحدق في الايه، قالوا ذهبت عيون اهل الانبار، نعم مش الحيره، الانبار، فكانوا بينشنوا على العين. الرسول عليه الصلاة والسلام بعت اثنين إلى الكرك عشان يتعلموا صناعة الدبابات اللي هي اللي كانت خشبية زمان، كان يدخل الواحد فيها عشان يدخل الحصن، فصنعوها للمسلمين. ده اللي عملته يعني الكتائب المسلمة التي دخلت إلى هذا المكان. طوروا نفسهم. آخر حاجة بقى مهمة جدا إن هو عمل حاجة رائعة، في كل مرة كان بياخد أسير عسكري فكان التانين بيطبقوا تطبيق اسمه هنبعل أو حنبعل أو هانيبال، اللي هو بيكون عبارة عن إيه؟ التطبيق ده بيسمح للجيش الإسرائيلي استخدام الأسلحة الثقيلة حتى في المكان الذي أسر فيه الأسير، حتى لو ترتب على ذلك أن الأسير نفسه يضر، فخدوا مدنيين. فالنهاردة مش هيعرف يعمل كده، لأنه النهاردة لو طبق حنا بعلى على الأسير المدني ده يسقط بن غوريون نفسه، مش نتنياهو نفسه. فإذا أنت حققت النداء الرائع الذي ربينا عليه منذ الصغر، لما كنا بنقف
وكنا بنقول خيبر خيبر يا يهود جيش محمد، وقد عاد جيش محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يعود القهقرة مرة أخرى بإذن الله، بل والله متقدم، لأن الأمة دي لا تموت. نعم. الأمة دي تغفو وتنام، لكن المارد يعود فيتمطى فيقوم، والغافل ينتبه، لأنه يعلم أن الله قد قال له في 55 سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وقد مكن الله، ولعله سبحانه وتعالى استجاب، ولكنه يهيئ. أحسن الله إليكم.